موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، قال: باب. وذكر فيه حديثا بسنده، قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، يعني يكتشرون المقصود بها أي يضحكون من الكشر. ومشهور بين الناس أن يقال فلان كشر عن أنيابه إذا غضب، والتكشير هو ظهور الأسنان عموما سواء بالفرح أو بالإيش أو بالغضب. فيقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، يعني وجد بعض أصحابه يعني قاعدين بيضحكوا بيتكلموا مع بعض وبيضحكوا، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى. أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى. أما أنكم لو أكثرتم من ذكري الموت لشغلكم عما أرى، أي لو أن يعني أنكم انشغلتم بذكر الموت سيزول عنكم ما أنتم فيه. وليس هذا معناه أن مطلق الضحك محرما، إنما المقصود ألا يكون هذا ديدا للإنسان ومكثر منه الإنسان في طبيعة حياته. وهذا في الحقيقة مرض منتشر في الخلق، يعني كنا زمان قبل اللحية وكده وانتشار الصحوة يعني، فكان هذه الأمور كانت مشتهرة في يعني عامة الناس في العوام زي ما نقول إحنا يعني. وكان الإخوة كان من سمتهم إن هم، حتى أن الناس كانوا يقولون الجماعة دول ما بإيه ما بيضحكوش. الحقيقة يعني من مما يؤسف أننا صار حالنا ربما في مجالسنا أو في كثير من مجالسنا أكثر من حال كثير من العوام، بل تجد كثير من مجالس يعني إخواننا تجدها ملؤها الإيش الضحك، ملؤها الضحك والمزاح ونحو ذلك. وليس ذلك معناه أن الضحك حرام والمزاح حرام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وكان يضحكهم صلى الله عليه وسلم، بل من أسمائه صلى الله عليه وسلم الضحوك. لكن المقصود بهذا ماذا؟ المقصود بهذا ما يفسره الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أنا أذكر لكم حاجة طريفة أضحككم بها وأنا بكلمكم عن الضحك. كنت من سنوات يعني حوالي مثلا 15 سنة تقريبا أو لا أكثر، حوالي 20 سنة تقريبا قبل مسجد أم الكرة، كنت أخطب في مسجد أنا أذكر نور الإسلام هنا في المنظر، وكان يحضر الخطبة أحد زملائي في العمل وهو والد الأخ أحمد راتب، تعرفه أنت الأخ أحمد. الأخ راتب هذا كان زميلي في العمل. الأخ راتب هذا لا يعرف أن يعني يستقر دقيقتين من غير أن يضحك، مش يبتسم، يضحك. فأنا أذكر أنني ذكرت هذه الخطبة اللي فيها الخمس وصايا دول: تق المحارم، تكن أعبد الناس، ونحو ذلك. وفي آخر الخطبة اللي هو: وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فبعد الخطبة
وجدت الأخ يعني يخاف أن يكلمني، وفي العمل تاني يوم كل ما يراني بعيد يمشي. لماذا؟ لأنه جزاه الله خيرا استشعر أن هذا الذي هو فيه في شيء من الإيش، من الحرج، أن الإنسان يبقى فعلا ديدنه على طول الضحك الضحك الضحك، هذا في الحقيقة علامة على يعني غفلة. كثرة الإنسان أن حاله على طول بيضحك هذا علامة على الغفلة. ولذلك بننبه مرة أخرى، ليس مطلق الضحك محرم، بل كنا زمان في أول الصحوة كان الناس يشتكون أن الإخوة لا يعني يضحكون في وجوه الناس ولا يبشون في وجوه الناس ونحو ذلك. صار حالنا الآن أن الإخوة صاروا يقولوا كبر مخك، مش انزل من على ودني، مش عارف الحاجات اللي بتتقال دي، ونسمع أصحاب لحى يقولون مثل هذه العبارات. وهذا في الحقيقة قادح، قادح في الهيئة في السمت. وإياك تقول إن أنا بتعامل مع بشر وطبيعتهم كده ونحو ذلك، لا، أنت صاحب شخصية، أنت يعني رجل يعني صاحب سمت، يعني أنت صاحب شخصية إسلامية مميزة، ولذلك لا تساير الناس. احنا انا لا اقول هذه المعاني محرمه مثلا، لكن هذه المعاني ليست من كلامنا نحن. يعني ما ينبغي لك انك تستعمل هذه العبارات، ولو استعملتها ارجع عنها على طول. طنش، مش هينزل معنا ودني، مش عارف كبر مخك، مش عارف. تسمع حاجات كده، حاجات كتيره كده تسمعها، وعبارات ساعات الواحد بيسمعها من اخوه، فالواحد بيبقى في الحقيقه يعني ايه، ما ينبغي انها يعني انها تكون في اخلاق ولا في لسان الإخوة، وخصوصا لو كانوا الإخوة إخوة أصحاب وجاهة بين الناس ونحو ذلك. بل نحن مأمورون أن نعلم الناس الإيش، السمت. إحنا مأمورين نعلم الناس السمت، يعني هم ياخدوا شخصيتك يعملوا فيها إيه، يقلدوها، ياخدوها. مش إحنا اللي نقلده، مش إحنا اللي إحنا اللي نقعد نقول ألفاظ الممثلين هم اللي اخترعوها كمان، الكبير كبير، مش عارف، والنص نص، تسمع حاجات مش كده، ومش عارف نفض، مش عارف ايه، حاجات ماذا القبيل. تسمع هذه العبارات، هذا ما ينبغي في الحقيقه. لماذا؟ لان انت صاحب سمت، انت صاحب شخصيه اسلاميه متميزه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعيب على اصحابه انهم يكثرون من الايش، من الضحك، ما بالكم لما يقلدوا بقى الساقطين في ألفاظهم، في كلامهم، في أسلوبهم، في طريقتهم، مش عارف إيه ونحو ذلك. الحقيقة أنا مش أقول حرام، بس أنا يعني أخذ على كثير من إخواننا إن هو يساير هذه اللهجات. مثلا تسمع أحيانا بعض الإخوة يقول لك نشوفوا الليلة دي بقى حتى يخلص مش عارف إيه. طب وليه بتستعمل الألفاظ دي؟ ما تقول ما هنشوفوا الموضوع ده هيخلص على إيه؟ فيها إيه دي بقى؟ إيه الليلة دي؟ الليلة دي بتاعت مين؟ بتاعت حد فاسق في الغالب هو اللي اخترعها، او مش هقول فاسق، استغفر الله، حتى حد مش هو اللي يبقى القدوه. وعليه خد بقى الالفاظ بقى غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. ولذلك انت ما تتعجبش ان الناس يسيبوا لغه القران ويبتدوا يستعملوا لغات يعني سيئه جدا. عمر رضي الله عنه سمع رجلا يذكر بعض كلمات من كلام العجم، فقال إياكم ورطن العجم، إياكم ورطن العجم. ده مذموم إن الإنسان يعني ما يكونش فيه ضرورة يتكلم أصلا بلغة تانية غير العربية ويتكلم. زي دلوقتي برضو ما منتشر كثير من الناس يستعمل ألفاظ مش عارف كانسل. كانسل دي قصده يعني إيه؟ يعني سيبك منه، يعني مش عارف إيه كانسل، مش عارف حاجات كده يعني، وهو مش بيستعملها لضرورة. ما هو لو بيستعملها لضرورة زي مثلا بعض الأطباء بيكلموا بعض نحو ذلك حاجات ضرورة، ماشي لا بأس. إنما أنا أستعملها ليه؟ أنا ليه شخصيتي، أنا كمسلم صاحب شخصية، صاحب سمت إسلامي أحافظ عليه. أنا عارف إن ممكن يعني كلامي ممكن يكون أنت كده بتكلفنا ما لا نطيق، لا ما فيش حاجة اسمها نطيق، لكن الواحد يجتهد. إنه الصحابة يا أخوانا مش غيروا أطباعهم،
تغيروا أسماءهم وأطباعهم وبلادهم وعيالهم ونسائهم وأموالهم، غيروا كل حاجة طالما أنها تتعارض. الصحابي، ثلاثة صحابة يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا لسه شباب، العاص ابن عمرو بن العاص، والعاص ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، واحد ثالث مش متذكره. لا ده كان مجرم، العاص بن وائل السهمي ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أنتم عبيد الله. خلاص طلعوا من الباب، ما فيش حد تاني نداهم غير بإيه؟ عبد الله. خلاص خلاص ما قالوش يا رسول الله بقى ده أنا ما أقدرش أشيل الموضوع ده وما أقدرش أغيره، ده أنا طول عمري عايش كده، ده أنا مش عارف. زينا إحنا في حاجات كتير نيجي نغيرها تصعب علينا، خلاص مش مشكلة، خلاص بقى نقوم نسيرها في الكلام، في الحال، في الأسلوب، في الطبيعة، في الكذا. فالغرض المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أصحابه رضوان الله عليهم، عاب عليهم كثرة الضحك، فما بالك يعني بمن يساير الناس في كل ما يفعلوا. قال فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى. قال فأكثروا من ذكر هذه من لذات، أسف، قال فأكثروا من ذكر هذه من لذات يعني الموت. قال فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الحديث وإن كان سنده فيه ضعف لكنه أيضا في فضائل الأعمال، وإما يروى في فضائل الأعمال كما قال جماهير أهل العلم. قال فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود، نسأل الله العفو والعافية. يعني إن القبر هذا لسان حال القبر، إن لم يكن كذلك القبر ينطق حقيقة ويقول هذا الكلام، فيقول يعني القبر أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب أنا بيت الدود. أنا بيت الوحدة يعني من حل بي فهو وحيد في بطني، فهو وحيد في بطن، لا هيجي معاه عياله ولا هيجي معاه ماله ولا هيجي معاه شيء آخر، هو وحيد في بطني. أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب وأنا بيت الدود. بيت التراب بيت الدود لأن الإنسان إذا وضع في القبر وهيل عليه التراب جاء الدود بعد أيام وصار يأكل في هذا الجسد، فصار هو ابن التراب وابن الدود، أو هو بيت التراب وبيت الدود، نسأل الله العفو والعافية. وذلك لكل الناس إلا من استثني بالدليل، كمن؟ كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ومن قدر الله لهم ذلك كمثلا كحال عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعمر بن الجموح رضوان الله عليهما، بعد أحد بسنوات طويلة جاء سيل يعني قذف قبور الشهداء أحد، فجعلوا ينقلونهم بعيدا عن السيل، فلما فتحوا قبرهما رضوان الله عليهما وكان قد دفن معنا وجدوهما كيوم دفنوا رضوان الله عليهما. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب أنا بيت الدود. قال فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم عذاب القبر. قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. قال وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر والعياذ بالله قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا
أما إذ كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. إذا وليتك اليوم يعني أصبحت أنا الذي أقبضك، أنت في قبضتي. نعم. قال فيلتئم عليه، نسأل الله العافية، فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار صلوات الله وسلامه عليه، قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض، يعني فيلتئم عليه القبر فتختلف أضلاعه. قال فأدخل أصابعه بعضها في جوف بعض، وقال ويقيد الله له 70 تنينة. تنينة يعني حية، تنين يعني الحية في كلام العرب، مش التنين اللي هو بيجيبوه في الحاجات اللي هي الخيالية دي. قال لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، يعني لو أن حية من هذه الحيات التي في هذه القبور نفخت في الأرض لمنعت الأرض أن تنبت، نسأل الله العفو والعافية. قال فينهشه ويخدشه حتى يفضي به إلى الحساب، يعني يظل يعذبه إلى يوم القيامة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة، إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فهذا الحديث كما ذكرنا وإن كان في سنده ضعف، لكن معنى الحديث صحيح، قد جاءت به الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على ما ورد فيه. والحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى الترمذي في كتاب الرقائق أو الرقاق لترقيق القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رقة القلوب وحسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.